بكل في صبحية اليوم السبت 4 مارس 2023. إن شاء الله تكون طالع خير عليكم في الصبحية هذه. سينو نمشي بكم تود سويت للميتيو. ميتيو 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 أحوال الطقس على الحياة الفارغة. كالعادة الناس اللي توكلتوا على ربي واللي قصتوا ربي لخدمكم والناس اللي عندها شوار باش تقضيها، الصغيرات اللي مشاو يقراوا ويشيعوا فيهم الأولياء متاعهم، نحاولوا نعطيكم فكرة على طقس اليوم السبت 4 مارس 2023. باش يكون فما أمطار متفرقة ومحلية باش تتواصل خلال هذا اليوم بالشمال والوسط، وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي. ببقية الجهات باش يكون فما سحب عابرة، شدة الرياح تتطلب اليقظة خاصة قرب السواحل وين باش تصل السرعة نتاعها إلى 60 كم/ساعة. النشرات التحذيرية نذكركم باش تقعد سارية المفعول خاصة بالنسبة للملاحة والصيد البحري، والبحر باش يكون شديد الاضطراب. درجة الحرارة القصوى تتراوح بين 10 و15 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 16 و21 درجة ببقية المناطق. كيف العادة تنجم تلقاو أكثر تفاصيل على الطقس في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي على www.meteo.in. سينو تحيينات ولاية القيروان ومختلف المعتمديات نتاعها، ان سامبل كليك على الباج اوفيسيال فيسبوك تدخلوا الاسباس حياة فام وتلقاو تحيينات ولاية القيروان ومختلف المعتمديات نتاعها اول باول. مازلنا في بداية شهر مارس، درجات الحرارة تقريبا في استقرار. ديما نقول لكم سيسوا رواحكم بالناس الكل، خاصة الناس اللي تخرج على بكري وبخاتيكمون بعد المغرب تتغير احوال الطقس. هذيك علاش نقول لكم سيسوا رواحكم ديما، سيسوا صغيراتكم. كان هذا طقسنا لليوم. ميتيو.